أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله من أول يعني جالس يدور الله يطرح البركة، إيش معناتها في الخيل؟ هذا خيل سبق ما شاء الله يكون حار، والخيل أنا ماشي فيه من عندي أول إشارة حقت الخليل ألين هنا فسخن الخيل فعشان كذا بيتحرك خلاص يبغى يطلع شوية من نفسه يبغى يفك عشان حق سبق. أي والله ما شاء الله تبارك الله. في معلومة ثانية دحين أقول لك، طيب عشان في ناس دائما يروح عند خيوله ما يعرف، سمعت إنه من أدان الخيل تعرف إذا كان زعلان إذا كان؟ والله تقريبا في بعض الخيول يديك علامة من إذنه، وفي بعضها عادي لا هي تحركها كذا. أيوة أقرب شيء يعني حق الأذان العربي، العربي يعني العربي أفهم من الإنجليزي ترى يعني سبحان الله. أذكى منه ويفهم أكثر ويعرف صاحبه أكثر من الإنجليزي. يا سلام إيه؟ ما شاء الله تبارك، يلا علامات انتبهوا من بس من العربي بس يقولك الإنجليزي ما في علامات ما شاء أبو فارس الحبيب. خصم للمتابعين ما أجي كده وأرجع من غير خصم. شوف إحنا مسوين خصم 5% بالنسبة للافتتاح، بس حسن لمتابعينك أنت 7% يجي يقول مطرف حسن بريك حسن بريك وخلاص. يا سلام والله يحييهم والله ما قصر. أي والله الله يحييهم. تعالوا طريق ال شو اسمه الجرف النازل، شايفين إن هناك إشارة الجرف حديقة النخيل نازلين على الخليل تشوف قناص الديرة هذا علامات الجمال ما شاء الله في الخيل العربي. شوف الفنسة لازم الوجه يكون صغير صح ولا لا أجوك؟ إيش علامات جمال الخيل العربي؟ ما أنت حافظ؟ شوف ما شاء الله الفنس يكون الديل شوال شيخ. الله يسعدك خليك سبحان الله من شكله لما تقرب عند الخيل العربي يبين عليه. شوف كيف يجي الوجه سبحان الله مو مستوي شايفين فنسة. لا أبشرك كنت حق خيل بس الله يبعد عننا الحساسية حقت الخيل ترجع الأمور تزين. في سؤال للمتابعين أو يكون أحد مختص دكتور، كنت قبل 10 سنوات صاحب خيل الحين حاليا ما أقدر أقرب من الخيل بسبب حساسية، راجعت المستشفيات قالوا حساسية في الدم، فلما نقرب للخيل شوف دحين قاعد أكلمكم قام الصدر يضيق، عرفتوا كيف؟ إيش السبب؟ إيش العلاج؟ هل في علاج؟ أفيدونا عشان كثير من الحالات زي كذا يعني قاعد استفسر طلعوا ناس كثير. إيش علاج حساسية الخيل أو ضيق التنفس أو حساسية الدم؟